ازاي اقدر اجيب فلوس. شوف الاول المحفظه فيها قد ايه، يقدر 10 جنيه. طب يبقى لازم الواحد يفكر في حل. هو اللابتوب، ادخل على اليوتيوب وندور على فيديوهات. ازاي تعمل 10,000 دولار؟ نعمل كده، يس، نجيب المحفظة اللي فيها 10 جنيه ونعمل الحركة اللي قالوها. السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع هادي جنيدي. الفيديو ده الهدف منه ان ازاي يكون عندك حلم، ازاي تعرف تحلم، ازاي تعرف تحقق حلمك، ازاي يكون عندك هدف واضح. الهدف ده يستاهل ان انت تعيش بسببه، ولما تحققه هتكون سعيد جدا جدا جدا. والسبب اللي خلاني اعمل الفيديو ده ان في 95% من الناس ما عندهمش احلام، او بالظبط ما عندهمش هدف واضح. يعني لما تيجي تسأل اي حد مثلا تقول له انت ايه حلمك، هيقول لك والله انا حلمي ان انا يبقى معايا فلوس، حلمي ان انا ابقى مليونير. وده مش حلم. الحلم الصحيح اللي هو مثلا ان انا نفسي ابقى محاضر متميز او محاضر منفرد في حاجة معينة، وبسبب ده اسافر حوالين العالم اعمل محاضرات في كذا دولة، وبالتالي ده هيجيب الفلوس. حلم واضح زي مثلا ان انا ابقى مسوق ناجح والشركات تتكالب عليا ان هي عايزاني، ويبقى عندي فرص كتيرة اختار بين دي ولا دي، انهي فرصة افضل، انهي فرصة ممكن تكون احسن لي علشان اتطور او اتشهر او يبقى معايا فلوس اكتر. وكملة الحلم ده مثلا ان انا اسس شركة تسويق خاصة بيا تبقى بتاعتي انا شخصيا. هو ده الحلم. وعلشان تعمل ده لازم يكون عندك هدف واضح، هدف ظاهر جدا قدامك. وانا هعلمك يا صديقي ازاي تعمل ده دلوقتي. القصة بسيطة جدا، استأذنك بس وقف الفيديو وروح هات ورقة وقلم وتعال نكمل مع بعض. على فكرة اللي انا هقوله ده كلام مهم جدا وهيغير لك حياتك تماما لو عرفت اوصل لك المعلومة صح. فمعلش وقف الفيديو وروح هات ورقة وقلم وتعال شغل الفيديو تاني. بص يا صديقي، انا هسألك 3 أسئلة وعايزك كل سؤال اسأله لك تروح موقف الفيديو وتكتب الاجابة بتاعت السؤال في الورقة اللي انت جبتها. بس الشروط بتاعت الاجابة 3 حاجات. اولا تجاوب بعفوية، ثانيا تجاوب باللغة العامة، مش عايزك تكتب لغة عربية وكلام ملعبك، لا لا لا، يعني اتكلم باللغة العامة، اكتب باللغة العامية اللي انت بتتكلم بيها عادي جدا. تالت حاجة عايزك تجاوب بسرعة، ما تاخدش اكتر من 10 ثواني في التفكير، جاوب على طول. اتفقنا؟ السؤال الاولاني، ايه اكتر حاجة ممكن تعملها تخليك فخور بنفسك؟ وقف الفيديو واكتب الاجابة علشان نسمع السؤال التاني. تمام؟ السؤال التاني، ايه العمل او الشغلانة اللي انت بتحبها جدا لدرجة ان انت ممكن تعملها وما تاخدش عليها فلوس؟ وقف الفيديو برضو واكتب الاجابة. تمام؟ السؤال التالت، ايه المهارة اللي موجودة عندك وممكن يستفيد منها الناس؟ وقف برضو الفيديو واكتب الاجابة. تمام؟ اخر سؤال اللي هو الرابع، ازاي تقدر تغير حياة الناس للافضل وتسيب بصمة جواهم في الحاجة اللي انت عملتها دي او التغيير اللي حصل دوت بسببك؟ بعد ما تجاوب على الـ4 أسئلة دولة انت هتقدر تكون لنفسك حلم. ممكن توقف الفيديو دلوقتي وتبص على الاجابات بتاعتك بتاعت الـ4 أسئلة، هتلاقي نفسك كونت رؤية او كونت حلم واضح لنفسك. بعد ما تعمل كده، يعني استأذنك ان انت توقف الفيديو، وبعد ما تعمل كده كمل تاني عشان هبتدي بقى ندخل في الكلام المهم وازاي تقدر تحقق الهدف او الحلم اللي انت دلوقتي بتفكر فيه. تمام يا صديقي، مستعد؟ يلا بينا. طيب شد الحزام ويلا بينا. من اكتر الحاجات اللي ممكن تخلي اي حد ما يعرفش يحقق حلمه هي الخوف. الخوف هو العدو الاساسي لاي بني ادم
عايز يحقق هدف او عايز يحقق حلم او عايز يعمل اي حاجة في حياته. وانا بحضر للفيديو دوت فكنت بدخل على ناس اجانب فلقيتهم بيتكلموا عن حتة الخوف دي بطريقة ظريفة جدا. كلمة خوف بالانجليزي اللي هي fear fear. فلقيتهم عاملين حركة ظريفة كده ان كل حرف منها مدين له كلمة اللي هو false evidence appearing real، يعني أدلة مزيفة واضحة زي الحقيقة او كأنها حقيقة. الخوف يا صديقي للأسف بيخليك تشوف حاجات مش حقيقية وبتحس ان هي أدلة بتأكد لك الخوف اللي جواك ده. احنا مخنا ربنا خلقه لنا ازاي؟ ببساطة شديدة جدا، مخك ربنا عامله لك بطريقة بحيث ان هو بينجح اي فكرة انت بتفكر فيها. فاكرين الفيديو اللي انا كنت عملته قبل كده عن قانون التركيز؟ الفيديو دوت انا كنت عامل فيه تجربة ظريفة جدا بتأكد ان انت اي حاجة بتفكر فيها بتشوفها. فانت لو بتخاف من حاجة معينة فانت كده بتفكر فيها فهتشوفها. الفيديو ده كان فيه تجربة ظريفة جدا انا هعملها دلوقتي علشان لو انت ما كنتش شفت الفيديو ده. استأذنك كده ركز معايا، حاول بص في الأوضة اللي انت فيها او المكان اللي انت فيه وعدلي كل الحاجات اللي لونها احمر. ركز كويس على المكان اللي انت فيه وحاول عدلي الحاجات اللي لونها احمر. عايزك تعد 15 حاجة. يلا مع بعض كده، ها 1 ها 2 3، حاول عد 15 حاجة على الأقل، ما تعدش أقل من 10. تمام، أنا مستنيك تعدهم كلهم. طيب حاول احفظهم كويس قوي. بعد ما تحفظ العشر حاجات دول عايزك بقى ايه، اسمع اللي أنا هقوله لك بالظبط. عايزك تغمض عينك دلوقتي وما تفتحهاش غير لما أنا أقول لك. عايزك وانت مغمض عينك تعدلي العشر حاجات الحمراء اللي احنا اخترناها. ها 1 2 3، انا معاك، 4 5 6، فاكر الباقي؟ خليك زي ما انت مغمض عينك ما تفتحهاش. فاكر الباقي ولا ايه؟ ها 7 8 9 10. طيب وانت مغمض عينك كان في كام حاجة في الأوضة لونها ابيض؟ مش فاكر صح؟ طيب فتح عينك كده وبص على السقف هتلاقي لونه ابيض. لو في قدامك الكشكول اللي انت كنت عمال تكتب فيه هتلاقي لونه ابيض. الشاشة اللي انت بتتفرج عليها لو انت ما كنتش مكبر الفيديو هتلاقي لونها ابيض. طيب هو ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انت بسبب تركيزك على حاجة معينة اللي هو اللون الاحمر اللي انا خليتك تفكر فيه انت ما شفتش غيره. ده اللي بيحصل بالظبط في قانون التركيز، وده اللي انا بتكلم عليه في حتة الخوف. ان انت بسبب ان انت بتفكر في حاجة معينة فالمخ بيخليك تشوفها. فبالتالي لو انت خايف من حاجة معينة المخ هيأكد لك الخوف دوت، هيطلع لك أدلة بتأكد لك الخوف دوت، فبالتالي مش هتشوف غير ده، فبالتالي مش هتعرف تمشي في الطريق اللي انت عايز تمشي فيه لتحقيق هدفك او تحقيق الحلم اللي انت عايز تعمله. وإلا ما كانتش شركة زي فيديكس اتعملت. قصة فيديكس دي كان طفل صغير موجود في المدرسة وكانوا تقريبا في الإعدادية، وفي الوقت دوت كانت المدرسة، كان آخر يوم تقريبا في الدراسة، والمدرسة قالت لهم أنا عايز كل واحد يكتب حلم، يعني بيحاولوا يخلوا الأطفال كده يفكروا وبتاع ويشغلوا دماغهم. فقالت للأطفال أنا عايز كل واحد يكتب كده في الكشكول بتاعه حلم نفسه يعمله لما يكبر أو يحققه. فالطفل دوت راح كتب إن أنا عايز أعمل شركة أو أأسس شركة تقدر تبعت طرود او اي حاجة اي حد عايز يبعتها لاي مكان في العالم في اقل من 24 في اقل من 48 ساعة، يعني في اقل من يومين. طبعا الكلام ده دلوقتي موجود، لكن في الاول ساعة لما الكلام ده حصل كان الكلام ده غريب. المهم المدرس او المدرسة قالت للطفل دوت مفيش حاجة حبيبي اسمها كده، لازم لما تحاول تتخيل حاجة لازم تتخيل حاجة موجودة، تتخيل حاجة حقيقية. فالطفل قال لها انا هخلي الكلام ده حقيقي. وفعلا الطفل دوت لما جيت خرج في الجامعة برضو اللي وهو في الجامعة الدكتور بتاعهم سألهم نفس السؤال ده، كان مشروع تخرج على فكرة، وهو راح كاتب ان انا هعمل الكلام دوت. وساعتها راح الدكتور قال له علشان انت ولد كويس وانا بحبك انا مش هديك صفر، بس عايزك تغير المشروع دوت علشان اديك درجة كويسة وتعدي. الولد ساعتها رد عليه وقال له خلي درجاتك لنفسك والحلم بتاعي خليه ليا. بغض النظر طبعا على الطريقة اللي هو بيتكلم بيها، طبعا الاجانب ليهم طريقة معينة في التعامل غيرنا احنا كعرب، احنا لازم نحترم المدرس ولازم نتكلم مع الشخص الاكبر مننا باسلوب طبعا افضل من كده يعني. لكن يعني خلاصة القصة
الولد دوت كان اسمه على فكرة فريدي سميث، وفريدي سميث اتخرج من الجامعة وابتدى يشتغل هو واصحابه على المشروع دوت. طبعا ما كانش فيه حد عايز يتعامل معاهم لانها كانت فكرة غريبة، حتى اهليهم قالوا لهم انتوا ايه اللي انتوا بتعملوه ده، انتوا بتضيعوا وقت. وفعلا صرفوا فلوس كتيرة جدا وتقريبا اتخربت بيوتهم بسبب حاجة زي كده، لدرجة ان هم عشان يقنعوا الناس ان هم يقدروا يعملوا حاجة زي كده، كل واحد من الاشخاص اللي كانوا شغالين على المشروع ده كل واحد سافر في بلد مختلفة، وابتدوا يبعتوا طرود لبعضيهم عن طريق الشركة الصغيرة اللي هم عاملينها عشان يأكدوا ده للناس. النهاردة وانا بكلمكم، شركة فيدرال اكسبريس اللي هي فيديكس، الشركة دي النهاردة اكتر شركة على مستوى العالم مشهورة في النقل، عنده اسطول طيارات، عنده اسطول اتوبيسات، عنده اسطول من السفن. وفعلا الراجل دوت حلمه اتحقق، وشركة فيديكس النهاردة فعلا انت تقدر ان انت تبعت اي حاجة لاي حتة في العالم، وفعلا الكلام ده ما بياخدش اكتر من يومين. وهي كانت فكرة بسيطة جدا، اللي في دماغه ان هو درس الخريطة بتاعت كوكب الارض وقرر ان هو المكان اللي هيعمل فيه الشركة دي هيكون في النص بالظبط، بحيث ان هو اي مسافة يقدر ياخدها لاي دولة ما تاخدش اكتر من يومين. فكرة بسيطة جدا، فكر فيها ونجح، رغم ان في ناس كتيرة ابتدت تتكلم وتقوله لا الكلام ده غلط، لكن الخوف هنا ما سيطرش عليه، عشان كده عارف يحقق حلمه. النقطة التانية ان في ناس اللي هم اللي بيتكلموا دايما يقولوا لك مش هتنجح، ودايما يقعدوا يحاولوا يحبطوك كده، وبيحبطوا اي حد عنده حلم. الناس دول اللي هم بيسموهم في علم النفس حرامية الاحلام، عشان كده برضو لازم تخلي بالك من النوعية دي من الناس. زمان في الصين برضو في مدرسة من المدارس، وعلى فكرة كل القصص بتبدأ من مدارس لان هي بتبقى فكرة، والفكرة بيبقى شخص لسه صغير لسه ما تخرجش للحياة بيفكر في الفكرة دي، وبعد كده بتكبر معاها لانه صدقها وما خافش. في مدرسة من المدارس في الصين، في تحديدا بكين، في شخص كده دخل، الشخص ده جسمه حلو كده، فراح داخل المدرسة، تقريبا دخل في الثانوية العامة اللي هي بيسموها الهاي سكول او حاجة زي كده، وراح دخل فباصص للتلاميذ وقال لهم انا في يوم من الايام كنت قاعد في الفصل دوت، والمدرس قال عايز كل حد يكتب حلم ليه هيحققه لما يكبر، فانا كتبت ان انا عايز ابقى من اشهر الناس في لعبة الكاراتيه لدرجة ان انا ابقى مشهور على مستوى العالم. وفي الوقت دوت المدرس قال لي نفس الكلام اللي اتقال لفيدرال اكسبريس، قال له ان الحلم ده خيالي ومفيش حاجة اسمها كده، والمفروض ان الواحد يحلم على قده. فالشخص دوت بيكمل يعني، فبيقول ان انا سافرت من الصين رحت على امريكا واتبهدلت هناك، وكنت بكنس وبمسح واشتغلت في غسيل الاطباق واتبهدل يعني، لكن الخلاصة ان انا صممت على حلمي ونجحت فيه. وراح قلع النظارة كده، كان لابس نظارة شمس، وراح قلعها وقال لهم انا بكلمكم دلوقتي وانا واقف قدامكم وانا بروسلي. فلا، الاحلام بتتحقق، اي حد يقدر يحقق حلمه، انت مش محتاج بس غير ان انت تصدق. طيب انا دلوقتي عندي حلم ومصدق ان انا اقدر اعمل الحلم، هعمله ازاي؟ اولا في نقطة مهمة جدا، في فرق ان انت مهتم بالحلم بتاعك، وفي فرق بين ان انت ملتزم بالحلم بتاعك. في شخصية معروفة، الشخصية دي عربية بس انا مش عايز اقول اسمها علشان حقوق الطبع والنشر والكلام دوت، مع ان انا هتكلم كلام كويس بس يعني خلينا في المضمون احسن يعني. الشخص دوت كان كسلان جدا، كان عنده 19 سنة تحديدا في الوقت اللي حصلت فيه القصة دي. الشخص دوت كان كسلان جدا، كان بيكره المدرسة، كان بيكره اصحابه، عارفين الشخص الانطوائي اللي تلاقيه ما بيحبش حد كده، اللي هو تلاقيه الشخص الغلس ده اللي ما حدش طايقه، وهو كان من النوعية دي. الشخص دوت كان باباه شغال سواق على عربية نقل، ومامته كانت شغالة بياعة في محل، يعني كانوا ناس على قديهم شوية، واخوه كان شغال في، عارفين الفاعل اللي هو بيشيل الاسمنت والطوب ويطلعه العمارة، اخوه كان شغال كده. الشركة اللي كان شغال فيها اخوه دي شركة مشهورة جدا، شركة بتاعة تطوير عقاري، اللي هي بتاخد المباني التعبانة ممكن تهدها وتبنيها من اول وجديد، او بتجدد المباني يعني، لا شركات التطوير العقاري يعني. المدير بتاع الشركة دي كان راجل ودود وعشري كده، كان بيحب يقعد مع العمال ويحكي معاهم ويشوف مشاكلهم وهكذا يعني. فاخو الشخص اللي انا بتكلم عليه دوت راح للمدير وقال له انا عايز منك خدمة، قال له اتفضل، قال له انا عايزك تقعد مع اخويا لان هو وضعه كذا وكذا وكسلان ومش عارف مين والكلام كله اللي انا حكيته لكم ده، علشان تقنعه ان هو يجي يشتغل معانا لان هو ما بيشتغلش ومش عايز يعمل اي حاجة في حياته. الشخص اللي هو اللي انا بتكلم عليه اللي هو صاحب القصة دي كان بيحب قوي دايما يتفرج على العربيات بتاعت الناس الاغنياء، ويتفرج على الفلل والقصور بتاعت الناس الاغنياء، كانت دي هوايته. فاخوه علشان يقنعه ان هو يروح يقابل المدير دوت قال له ايه رأيك انا حددت لك مقابلة مع المدير بتاع الشركة بتاعتنا، المدير ده كبير وراجل غني جدا وعنده حاجات وبتاعه مش عارف ايه. المهم يعني ضحك عليه او شجعه، فالشخص اللي انا بتكلم عليه دوت راح قابل المدير دوت، فالمدير قعد يتكلم معاه
وقال له انت عندك احلام في حياتك ولا عايش كده وخلاص؟ فالولد قال له لا طبعا انا عندي احلام. قال له طيب انا مش عايز اعرف ايه هو حلمك او هي احلامك، بس انت مهتم باحلامك ولا ملتزم بيها؟ فالواد قاعد يفكر كده، هو ايه الفرق بين ان انا مهتم بحلمي او ملتزم بيه؟ قال له لو انت مهتم بالحلم بتاعك فانت هتفكر زي الناس والافكار السهلة اللي بتعملها الناس علشان تحقق احلامها وفي الاخر ما بتتحققش. لكن لو انت ملتزم انت هتتعلم كل حاجة انت محتاجها عشان توصل للحاجة دي، انت هتدرس كل حاجة انت محتاجها عشان توصل للحلم بتاعك دوت. من مميزات الناس الملتزمين ان هم ما بيلوموش حد، ما بيلوموش الظروف، ما بيقولكش اصل البلد بتاعتي عاملة ازاي، الاقتصاد بتاعي عامل ازاي، الاقتصاد البلد يعني عامل ازاي، اصل انا والدي والدتي ما علمونيش، اصل احنا ناس فقيرة، اصل انا ماليش صحاب، اصل انا معرفش ايه. الشخص الملتزم دايما ما بيلومش على اي حد. الشخص الملتزم برضو دايما ما بيقولش اعذار. اعذار عارفين اللي هي زي مثلا عذر الحالة الصحية. انا في شخص اعرفه والشخص دوت كان حلمه ان هو يبقى بطل الجمهورية في لعبة كمال الاجسام. الشخص دوت كان جسمه حلو قوي وكان ماشي صح وكان فعلا قرب يوصل لده، لغاية ما بالصدفة في مرة كان جنبه وجعه فراح يكشف، اكتشف ان هو عنده السكر، واكتشف ان هو عنده السكر على فكرة من سنتين، وبسبب ده بطل ان هو يتمرن كمال اجسام تاني والحلم بتاعه ضاع بسبب حاجة زي كده. في حين ان الناس بتوع السكر لا، هم ليهم طريقة تدريب معينة وليهم طريقة تغذية معينة. ده بالعكس، ده هو اصلا الشخص اللي عنده سكر دوت، هو السكر طبعا انواع، لكن الشخص اللي عنده سكر دوت الادوية اللي بياخدها بتخليه يحرق السكر، ده غير ان التمرين اللي هو بيتمرنه سواء تمرين سواء اللي هو التمرينة او الكارديو او ايا كان اللي هو بيتمرنه. انا مش عايز ادوش دماغك لو انت مالكش في الكلام دوت، الكلام ده بيحرق اصلا السعرات الحرارية، فبالتالي ده بالعكس دي حاجة كويسة جدا. هو اصلا المفروض مريض السكر اصلا بيلعب، المفروض ان هو يلعب رياضة، فبالتالي هي دي ما كانتش مشكلة، لكن هو كان بالنسبة له ده عذر، شماعة ضيع بيها حلمه وما كملش. فده الفرق بين الشخص الملتزم والشخص المهتم. انت بقى ناوي تكون شخص ملتزم ولا ناوي تكون شخص مهتم؟ وعلى فكرة انا مش عايز اكون عامل زي الناس بتوع التنمية البشرية اللي هو يعمل لك فيديو كده حماسي ويقعد يحكي لك قصص وتخرج من الفيديو متحمس، تطلع تروح مصدوم على طول في اول حاجة، تلاقي نفسك كل الطاقة الايجابية وكل الحماسة اللي عندك وقعت مرة واحدة. لا، انا هقولك على الطريقة بالظبط اللي تعرف تحقق بيها حلمك، او الخطوات بالظبط اللي تعرف تحقق بيها حلمك على طرق واسس علمية مش افتكاسات ولا هبد. فاستأذنك كده يا صديقي تقلب الورقة اللي معاك او الكشكول اللي معاك وتعمل صفحة جديدة وتمسك القلم بتاعك علشان نكتب الحاجات المهمة دي. بص، هم 10 نقط، ال10 نقط دول لو عملتهم حياتك هتختلف 180 درجة. مش عايز تعملهم هتفضل حياتك زي ما هي مش هتتغير، ويوم ما تقرر ان انت تتغير علشان زهقت من حياتك هتضطر تعمل الحاجات اللي انا برضو بقولك عليها دلوقتي دي، لان هي الحاجات دي اسس علمية لازم تتعمل. مفيش حد هيعرف يحقق حلمه من غير ما يعمل الحاجات اللي انا هقولك عليها دي. الحاجات دي مش قرآن، بس هي في بحوث اتعملت اثبتت ان اي شخص ناجح بيعمل ال10 خطوات دول، بيعملهم هو بقى عارفهم، بيعملهم من غير ما يعرفهم، لكن هم ال10 خطوات دول اللي لازم بيتعملوا. فدي طبعا حاجة ترجع لك. فلو انت فعلا عايز حياتك تتغير استأذنك ورقة وقلم ويلا بينا. رقم 1 اللي هو الجانب الروحاني، الثقة بالله سبحانه وتعالى. لازم يكون عندك ثقة بربنا في ان انت هتقدر تحقق الحلم اللي انت عايز تعمله او الهدف اللي انت عايز تعمله، بدام الهدف او الحلم ده حاجة مش غلط او حاجة مش مضرة. وده ليه بقى؟ لان ربنا بيقول لك وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين. يعني ربنا بيقول لك لو انت اشتغلت الدنيا كلها هتشوف نتيجة شغلك. بس ببساطة ربنا برضو بيقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يعني ببساطة شديدة جدا ربنا بيقول لك الشخص اللي عنده علم اكيد غير الشخص اللي ما عندوش علم. فانت علشان تحقق اي حلم لازم تتعلم ولازم تطور من نفسك، لان ده هيخليك مختلف عن الشخص اللي ما عندوش العلم بتاعك، فبالتالي انت هتبقى اعلى منه، فانت هتحقق الحلم قبله او انت هتحقق الحلم وهو مش هيحققه اصلا. بيس النقطة الثانية، تحديد الهدف. ودي حاجة احنا المفروض خلاص ان احنا عملناها، والمفروض ان انت حددت هدفك بالاسئلة اللي انا قلت لك عليها، ولكن في حتة بس مهمة لازم تعرفها. ايه الفايدة من ان انا احدد هدفي؟ ما انا ممكن اسيبها كده سبهلله وبتاع، انا خلاص انا عارف ان انا عايز كذا او عايز كذا. ايه الفكرة في ان انا احدد هدفي او اكتبه؟
اول فايده الادراك، ان انت تبقى مدرك ان انت عايز تحقق دوت. لما بتكتب الهدف بتاعك وعينك بتشوفه وهو مكتوب، مخك بيبتدي يفكر. فاكرين قانون التركيز اللي اتكلمنا عليه من شويه والتجربه اللي احنا عملناها؟ لما عينك بتشوف الهدف بتاعك وهو مكتوب، مخك بيبتدي يفكر بطريقه اسرع، بيبتدي يفكر بطريقه افضل. واخر حاجه بتبقى الاستمراريه، ان انت بتفضل مستمر ما بتيأسش. زي انا مثلا كده، انا عمال دلوقتي اعمل فيديوهات على اليوتيوب، انا تقريبا عامل بتاع 50 فيديو لغايه دلوقتي على اليوتيوب، ولسه يا دوبك السبسكرايبات حوالي 300، يعني لسه ما كملوش كمان 300 سبسكرايب. بس انا عندي حلم وعايز احققه، وهفضل صبر عليه ان شاء الله لغايه ما احققه، ومش هستسلم. فعشان كده هي دي الاستمراريه، انا مش هزهق، انا هفضل شغال على الحلم دوت. انا الحمد لله ما بعملش حاجه غلط، بالعكس انا بعمل حاجات بتفيد الناس، عشان يوم ما اموت بعد كده العلم اللي انا بعمله ده او الحاجه اللي انا بعملها دي الناس هتستفيد بيها. يعني انا هكون ان شاء الله وانا ميت الناس عماله تستفيد، فانا ما بعملش حاجه ولا غلط ولا حرام. فعشان كده انا عايز اجري ورا الحلم دوت، وفعلا انا بجري وراه وبحاول اطور من نفسي وبحاول اعلم نفسي وبحاول كل الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده. تمام. وعلى فكره في ايام بتيجي عليا انا تقريبا بنام حوالي 3 ساعات بس في اليوم بسبب الشغل وبسبب المونتاج. الفيديوهات اللي انتوا بتشوفوها دي ممكن تكون بتشوف الفيديو تلت ساعة ولا 10 دقايق، انا الفيديو بياخد مني تسجيل تقريبا حوالي ساعتين وساعات 3 ساعات، وفي المونتاج بيطلع منه 10 دقايق او 20 دقيقة اللي انتوا بتشوفوها دي بس. ده غير المنتجة بقى بتاعت الفيديو نفسه، المنتجة بتاخد على الاقل من 13 ل 15 ساعة. فالعملية ما بتبقاش بسيطة خالص، بس عشان انت عندك حلم انت مكمل، والتعب اللي بيحصل دوت انت مش فارقة معاك. بس في نقطة مهمة أنا عايز أقولك عليها برضو، إذا كنت أنت شايف قدامك حلم وأنت مصدقه والناس اللي حواليك مش شايفين الحلم ده، فده مش ذنبهم أن أنت تتعبهم بسبب الحلم ده. يعني مثلا أنا بيجي عليا أوقات كتير بسبب الشغل دوت أن أنا ممكن مثلا ممكن يومين ثلاثة ورا بعض معرفش أقعد مع مراتي أو ما أقعدش مع عيالي ألعب معاهم مثلا أو حاجة زي كده. هما ملهمش ذنب في ده. فأنت إذا كان عندك حلم ومستعد تعمل أي حاجة عشان تحققه، حاول ما تجيش على الناس اللي معاك، لان زي ما اتفقنا هم مالهمش ذنب ان هم يصدقوا الحلم بتاعك. بعد ما الحلم بتاعك يتحقق القصة ساعتها هتختلف. فمن ضمن الحاجات المهمة برضو في تحديد الهدف ان انت بتكتبه، ان انت اي حاجة تعملها تكتبها. يعني شوف الحاجات، ايه الحاجات اللي انت انجزتها في حياتك، حتى لو بعيد عن الهدف اللي احنا بنتكلم عليه او الحلم اللي احنا بنتكلم عليه، شوف ايه في حياتك انت انجزته، ايه في حياتك كان نفسك تعمله وعملته فعلا، برضو اكتبه. الكلام دوت هيخليك سعيد وهتحس ان انت تقدر فعلا تعمل. وبس رقم 3، التركيز على الهدف. ومن ضمن فوائد التركيز على الهدف، التركيز على الهدف المقصود بان انت تقعد تفكر في الحلم بتاعك، يعني ما تستسلمش، دايما اقعد فكر فيه. الكلام دوت فاكرين طبعا قانون التركيز اللي احنا اتكلمنا عليه، ده بيخليك ان انت تشوف اي وسيلة مساعدة تساعدك على تحقيق الهدف ده او تساعدك على تحقيق الحلم. يعني مثلا بالنسبة لي انا، علشان القناة بتاعتي تكبر على اليوتيوب وتبتدي تتشهر، في حاجات كتير انا محتاج اعرفها، في حاجات محتاج ان انا اتعلمها عن محركات البحث، العنوان بتاع الفيديو لازم يكون عامل ازاي، الصورة نفسها بتاعت الفيديو. لما انت بتيجي تشوف الفيديوهات عندي، لو دخلت عندي على القناة هتلاقي فيه صور كتيرة، الصور دي بتتعمل ازاي، هل اعملها ببرنامج عادي ولا محتاج ان انا مثلا اتعلم الفوتوشوب، هل الصور دي انا يعني بدخل اشوف ايه الحاجات اللي تساعدني، زي مثلا بدخل على الفيديوهات اللي هي ممكن تكون قريبة من المحتوى اللي انا بعمله، بس طبعا بدخل على ناس معروفة او ناس مشاهير او ناس القنوات بتاعتها ناجحة، وببتدي اشوف الصور بتاعتها وعلاقة الصور دي بالعناوين، وبحاول اتعلم منهم. دي كلها وسائل مساعدة. لو شفت حد من اصدقائي بيفهم في السوشيال ميديا كويس، ابتدي ان انا اتعلم منه، مش عيب. على فكرة انا عندي خبرة زي ما قلت لكم في كمال الاجسام، لان انا قعدت اتمرن حوالي 20 سنة، فانا عندي خبرة. بس مش عيب على فكرة ان انا اسأل حد ممكن يكون عنده معلومة اكتر مني. على فكرة انا في شخص فعلا بتعلم منه، الشخص دوت عنده 20 سنة، فبكلمه وبعرف منه معلومات، وبشوف ايه الحاجات اللي عندي ممكن تكون غلط وايه الحاجات اللي عنده صح. لان زي ما لو شفت الفيديو الاخير اللي انا عملته هتلاقي ان هما في مدرستين، في مدرسة قديمة وفي مدرسة جديدة، انا من رواد المدرسة القديمة، فلازم ابقى عارف ايه الجديد. مش عيب ان انا ادخل على النت واغير المعلومات اللي عندي، ما هو وارد جدا تكون المعلومات اللي عندي غلط. فعلشان كده انت لما بتركز على الهدف
بتبتدي تشوف حواليه بتبتدي تشوف الحاجات المساعده اللي حواليه. استغل كل الحاجات دي، ده غير ان ربنا هيبعت لك رسائل عشان انت مؤمن بالهدف بتاعك ده وملتزم وبتتعب علشان، وربنا كل شويه هيبعت لك رسائل تساعدك عشان الهدف ده. استغل كل ده. وكده ندخل على رقم 4، قابليه تحقيق الهدف. هل الهدف دوت ممكن يتحقق ولا لا؟ والمقصود هنا مش يعني تلغي الهدف بتاعك، لا، بس علشان انت تحقق الهدف ده انت محتاج تعمل ايه. يعني مثلا ما ينفعش ان انا ابقى في كلية هندسة واقول ان انا نفسي اطلع دكتور كبير جدا، ازاي يعني؟ لكن ينفع ان انت تبقى في كلية هندسة وتقول انا عايز ابقى احسن مهندس في العالم، انت حر. بس زي ما اتفقنا، هو مفيش حلم بيبقى عام كده، انت بتحدد الحلم بتاعك. زي مثلا هبقى اكبر مسوق، او مثلا هبقى مسوق شاطر جدا وبعد كده هاسس لنفسي شركة، فكده يعني. فانت لازم تشوف ايه هي الاحتياجات اللي انت محتاجها علشان تعرف تحقق الهدف ده، يعني اللي هي ممكن نعتبرها الوسائل المساعدة. بس في النقطة اللي قبليها احنا كنا بنقول الوسائل المساعدة اللي هي موجودة او اللي هي بتجيلك لوحديها، او ان ربنا بيبعتها لك كرسائل. لكن انا دلوقتي بكلمك على الاحتياجات، انت بتشوف ايه هي الوسائل المساعدة اللي انت محتاجها. يعني مثلا محتاج تدرس ايه، محتاج تتعلم ايه، محتاج تتدرب على ايه. وعلى فكرة الحاجات دي دلوقتي بقت تقريبا ببلاش. يعني مثلا النهاردة في القناة بتاعتي، انت لو عايز تبقى شخص رياضي انا بعلمك الكلام ده ببلاش. النهاردة لو انت عايز تتعامل مع الناس او تعرف تتعامل مع الناس بشكل اسهل وبشكل احسن وتخلي الناس تحبك وتعملك اللي انت نفسك فيه، الكلام ده موجود عندي في اللي هي الحاجات اللي ليها علاقة باللي هي الليستة اللي اسمها روشتة الاسبوعية. لو انت عايز تعرف تتعامل مع الناس وتعرف تسيطر عليهم او تعرف تتحكم في مشاعرهم، عندك انا في ليستة عاملها اللي هي الفراسة، اللي هي تحليل الشخصية عن طريق شكل الوش. وفي اكيد قنوات كتيرة جدا بتتكلم برضو في حاجات مماثلة او في حاجات زي كده. يعني الخلاصة ان القصة دلوقتي بقت سهلة حتى غير زمان. زمان انت كنت محتاج عشان تتعلم اي حاجة تدفع فلوس، النهاردة خلاص كل الكلام ده بقى ببلاش. وده يدخلنا على رقم 5، التخطيط للهدف. الاهداف 3 انواع، في اهداف قصيرة الاجل، ودي اللي هي بيبقى الهدف مدته من ربع ساعة لغاية سنة. يعني مثلا انا قررت دلوقتي ان انا هصور فيديو اللي هو انا مثلا، فخلاص في خلال ربع ساعة انا رحت حاطط الموبايل، ما انا بصور بموبايل لسه ما جبتش كاميرا، لسه مبتدئ يعني، ادعولي بقى ربنا يكرمنا ان شاء الله. وفي اهداف متوسطة الاجل اللي هي من سنة لخمس سنين، وفي اهداف طويلة الاجل اللي هي من خمس سنين لما لا نهاية بقى، ربنا يديكوا الصحة ويديكوا طول العمر. فالهدف الكبير بتاعك اللي هو الهدف اللي هو طويل الاجل ده، الهدف ده عشان تحققه محتاج ان انت الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده، الاحتياجات والوسائل المساعدة والكلام ده كله، ان انت بتعملها برضو اهداف صغيرة. فالاهداف الصغيرة دي بتوصلك للهدف الكبير بتاعك. فالاهداف دي انت بتقسمها اهداف قصيرة اللي هي قصيرة الاجل يعني، واهداف متوسطة الاجل، وبتقعد تخلص ده وده 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 لغاية ما تلاقي نفسك وصلت. وزي ما اتفقنا اكتب كل حاجة انجزتها، اي حاجة حققتها اكتبها عشان تحس بالسعادة ان انت فعلا حققت وان انت بتنجز وبتحقق. وده بيدخلنا على سادس حاجة اللي هو توقع التحديات. توقع التحديات يعني لازم تبقى حاطط خطة استراتيجية ليك او خطط استراتيجية. يعني ايه خطط استراتيجية؟ يعني انت متوقع ان تحصل مشكلة معينة في الطريق اللي انت ماشي فيه، فلازم تبقى حاطط في دماغك ايه هي المشاكل اللي ممكن تحصل وازاي تعرف تتغلب على المشاكل دي لما تحصل، يعني بحيث ان انت تبقى مستعد لها قبل ما تحصل. يعني باختصار كده لازم يكون في حاجة اسمها بلان بي. بس بلان بي مش معناها ان انت تغير الحلم بتاعك، لا، بلان بي معناها ان انت تغير الطريقة بتاعتك، تغير الخطة بتاعتك. فلازم دي تكون موجودة. يعني مثلا لو هنتكلم مثلا في ادارة الوقت، في معلومة كده لازم تكون عارفها، انت لو بتنام 8 ساعات في اليوم وانت دلوقتي عندك 60 سنة، معنى كده ان انت نمت 20 سنة. انت متخيل لو انت عندك 60 سنة وبتنام 8 ساعات في اليوم، انت كده نمت 20 سنة، يعني في 20 سنة من عمرك ضاعوا في النوم. سواء ده صحي او مش صحي، انا بتكلم في نقطة، انت عايز تحقق حلم. اي شخص حقق حلم وبقي مشهور او بقي كبير ما كانش بينام. انا مش بقولك ان انت ما تنامش، بس انت ممكن ان انت تقلل في وقت النوم حتى لو ساعة او ساعتين علشان تقدر تحقق هدفك. ارنولد شوارزنيجر ما راح امريكا ما كانش معاه فلوس، وكان حلمه ان هو يبقى زي نجم كده مشهور، كان بطل كمال اجسام. ارنولد كان بيتمرن 5 ساعات في اليوم، كان بيروح يشتغل 8 ساعات، كان شغال فاعل على فكرة، كان بيروح يشتغل 8 ساعات في اليوم، وكان في 5 ساعات تانية بيروح يدرس فيها علشان يغير اللكنة بتاعت صوته
لان هو حلمه ان هو كان يبقى ممثل كبير جدا. وهو طريقة كلامه لو تاخدوا بالكم كده طريقة كلامه ليه طريقة كلام عجيبة كده. فكان حلمه ان هو يبقى ممثل مشهور وفي نفس الوقت العضلات وبتاعه كمال الاجسام ويبقى بطل والكلام ده كله. فكان بينام حوالي 5 ساعات تقريبا في اليوم بس هو عايز يحقق هدفه. فقرر ده محمد علي كلاي بتاع الملاكمة. محمد علي قبل كده في صحفي سأله قال له انت لما بتتمرن بتعد التمرينات بتاعتك ازاي؟ يعني بتقعد تعد والمرة الجاية مثلا بتقول ان انا الضغط مثلا او التمرين اللي انا هعملها دلوقتي المفروض ان انا اعد اكتر من المرة الجاية ولا بتعمل ايه؟ محمد علي قال له انا بعمل كده فعلا، بس انا ببتدي اعد اول ما بلاقي نفسي تعبت او فرهطت. يعني هو بيقعد يتمرن مجرد ما يلاقي نفسه خلاص ابتدى هيموت من التعب او خلاص مش قادر، هنا بيبتدي العد بتاع التمرين. انت متخيل ده كان بيعمل ايه؟ عشان كده محمد علي كان واخد كان اسطوره في الملاكمه. مايكل جوردن بتاع السله قبل كده في صحفي ساله قال له انت ازاي ناجح كده؟ قال له على فكره النجاح دوت ده اللي انت شايفه، لكن انا ضيعت لغايه دلوقتي 9000 رميه ما جاتش في السله، بس ال 9000 دول انت ما شفتهمش، انت شفت النجاح بتاعي. او من ضمن على فكره الحاجات المهمه ان انت لما بتساعد الناس ربنا بيبعت لك اللي يساعدك، فدي برضو حته مهمه حطها في دماغك، بس ما تكتبهاش من ضمن الارقام، بس حاجه مهمه حطها في دماغك، كل ما هتساعد حد ربنا هيبعت لك اللي هيساعدك. اديسون اللي هو عمل المصباح الكهربي فشل 9999 مره، والعشر تلاف هي اللي نجح فيها وعمل فيها المصباح الكهربي. فهي دي الخطط الاستراتيجية. الراجل دوت كان كل شوية عمال يفشل 9999 محاولة فشل فيها، بغض النظر عن الرقم ده صحيح ولا مبالغ فيه، لكن اللي انا اقصده ان هو كان عامل خطط استراتيجية. انا لو ما نجحتش المرة دي هعمل بالطريقة الفلانية، انا لو جيت جربت المرة الجاية وما نجحتش هجرب بالطريقة الكذا. فعامل خطط. فلازم تعمل خطط استراتيجية لنفسك لما يحصل فشل لا قدر الله او ما يحصلش نجاح تبقى عارف ايه الخطه البديله اللي انت هتعملها عشان توصل للنجاح ده. في قصه حلوه جدا في الخطط الاستراتيجيه، معلش انا عارف ان انا طولت فيها بس هي حته مهمه فانا عايزك ان انت تستوعبها، فعايز احاول اوصلك المعلومه على قد ما اقدر. هنري فورد اللي هو صاحب شركه فورد كان بيشتغل عنده شخص تقريبا كان مدير تنفيذي اسمه لي ايا كوكا. الشخص دوت اختلف هو وهنري فورد في وجهة نظر معينة، فراح هنري فورد راح طرده. فراح الراجل دوت قال له على فكرة انا عندي حلم، عارف ايه هو حلمي؟ قال له ايه هو حلمك؟ قال له حلم ان انت تبقى قزم بالنسبة لي. وده كان حلمه. اتعرض عليه ان هو يشتغل مدير تنفيذي لشركة كرايزرر، والشركة دي في الوقت دوت كانت واقعة خالص، كان عليها ديون بحوالي 40 مليار دولار. بس هو قال لك خلاص انا الحلم بتاعي هيتحقق في الشركة دي. دخل الشركة شاف ايه الوضع المالي بتاعها، زي ما قلت لكم عليها ديون 40 مليار دولار، عندهم فلوس في البنك 650 مليون دولار، عندهم 650 عامل، وعندهم 22,000 فرع حوالين العالم. اول حاجة عملها ان هو دور على شخص يكون مختص في حل الازمات. لقي ساعتها شخص، كان الشخص ده على ما اعتقد كان اسمه مايكل لي. الشخص ده كان مختص بحل الازمات وقال له انطلق عايزك تحل الازمات دي. الشخص ده عمل حركة ظريفة جدا، راح الكونجرس الامريكي وراح اتكلم معاهم، قال لهم الشركة بتاعتنا بتفلس بس احنا عندنا خطة، الخطة دي هتخلي الشركة دي تنجح جدا، بس انا محتاج دلوقتي قرض، القرض دوت قدره 5 مليار دولار. فطبعا الكونجرس الامريكي قال له لا ده مبلغ كبير والشركه بتاعتكم احنا ما نضمنش نديكوا فلوس زي كده تعرفوا تسددوها. قال له خلاص من بكره انا هرفد العمال اللي عندي 650 الف عامل، وال650 الف عامل دول بقى انتوا اكلوهم وشربوهم، هيبقوا عطله فجاه كده. 650 الف عامل هيبقوا موجودين في امريكا معهمش فلوس وما عندهمش شغل، شلوهم بقى انا ماليش دعوه. المهم يعني ما علينا، ادوله فعلا ال5 مليار دولار. ابتدى بقى لآيا كوكا يفكر بطريقة مختلفة شوية، والسبب اللي خلاه يروح الكونجرس الامريكي ان طبعا ما كانش فيه بنك راضي يسلفهم. المهم ما علينا، ابتدى يشوف الفروع اللي حوالين العالم اللي هم ال 22,000 فرع دول، يشوف الفروع او الاقسام اللي موجوده فيهم مش شغاله او انتاجها اي كلام او ما فيش مبيعات مثلا في الحته دي، قفل الفروع دي كلها. ابتدى يشوف المديرين اللي شغالين مين منهم شغال ومين منهم مش شغال. سرح حوالي 200 مدير تقريبا، وابتدت شركة تشتغل، وفعلا ابتدت شركة تقف على رجليها والتسويق فيها ابتدى يعلى وابتدوا يسددوا الديون. ابتدى هنا ليه آيا كوكا يفكر بقى بطريقة ابتكارية شوية، علشان هنا هو حاطط حلم قدامه ان هو يخلي هنري فورد قزم. هو ده كان حلمه، هو حر بس الحلم ده ممكن يتحقق. عشان كده هو ابتدى بيشوف حاجات معينة وبيبتدي يفكر بطريقة معينة. المهم قعد يفكر بطريقة ابتكارية شوية، فساعتها في الوقت دوت
عملوا عربية جديدة اللي هي اسمها اي كلاس. العربية دي عملوها خلوها بتتكلم. العربية دي كانت بتقول تقريبا حوالي 12 جملة، زي مثلا ذا دور از اوبن، الشنطة مفتوحة، دونت فورجيت يور كيز مثلا لو نسي المفاتيح في العربية وراح نازل. 12 كلمة 12 جملة بتقولها العربية، ودي كانت اول عربية بتتكلم. طبعا الكلام ده بالنسبة دلوقتي دي حاجات عبيطة جدا، بس في الوقت دوت عربية بتتكلم دي حاجة، وده خلى الشركة تطلع فوق خالص، تقريبا وصلت المرتبة التانية او التالتة. وهنا هو حقق حلمه اللي هو عايزه. فالاحلام بتتحقق، ايوه بتتحقق، بس لازم تمشي على الخطوات اللي احنا قلنا عليها. فعشان كده التخطيط الاستراتيجي ده اهم حاجة، بلان بي. لازم تبقى عامل بلان بي لنفسك لاي مشكلة انت متوقع ان هي ممكن تحصل. وبهنا نبتدي ندخل على سابع حاجة، وهي التحرك نحو الهدف. بقى انت خلاص دلوقتي الهدف قدامك موجود، عندك اهداف قصيرة الاجل، متوسطة الاجل، طويلة، عندك حلول للمشكلات اللي ممكن تحصل. خلاص يلا بينا ابتدي ان انا احقق الهدف قصير الاجل، ببتدي اشوفه دلوقتي وخلاص ببتدي بقى ان انا انطلق. ربنا بيقول لك فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. ربنا بيقول لك خلاص انت مادام قررت يلا انطلق انا معاك. وهنا بقى بندخل على رقم 8 اللي هي توثيق الهدف. اكتب اي هدف حققته او اي حاجة انجزتها اكتبها في الورقة، انا حققت كذا حققت كذا حققت كذا، واعمل المكافآت لنفسك، كافئ نفسك. تاخد مثلا يوم راحة من التعب اللي انت بتتعبه عشان تحقق الهدف دوت، تجيب لنفسك مثلا لبس. مش معنى كده ان انت طبعا هتقعد معفن طول الوقت لغاية ما تحقق هدف عشان تجيب لبس، لا مش قصدي كده، بس حاول كافئ نفسك بأي طريقة. يعني مش معنى ان انت عندك لبس كتير ورحت جايب لنفسك لبس على سبيل مثلا ان هو هدية فدي حاجة مش هتبسطك، لا هي اكيد حاجة هتبسطك. يعني اعمل الهدية اللي تعجبك، كافئ نفسك بالطريقة اللي تعجبك، انا ما دي بتاعتك انت. نبتدي بقى ندخل على الحاجة رقم 9. النقطة 9 وهي الثقة بالنفس وطلب المساعدة من الاخرين. لازم تكون واثق من نفسك. انت دلوقتي خلاص قررت ان انت هتتعلم حاجات وهتطور من نفسك وابتديت فعلا تشتغل على دوت، فانت المفروض ان انت دلوقتي بقيت ليفل اعلى من اللي كنت عليه قبل كده. في الحالة دي انت تقدر تطلب من الناس ان هي تساعدك، لان انت بقيت واحد تاني. عارفين في واحد بطل كمال اجسام اسمه محمد الدرة، هو تقريبا عايش في كندا. الراجل دوت كان عايش في مصر وكان بيلعب كمال اجسام، وبعد كده سافر على كندا، اتبهدل هناك. بصوا مش اتبهدل، اتمرمط تقريبا حوالي 8 سنين. في الثمان سنين دول هو اتمرمط بمعنى الكلمة. الراجل ده كان متجوز وخلف بنتين صغيرين، مراته للأسف طلبت الطلاق بسبب المشاكل اللي حصلت له، والمحكمة حكمت ان البنتين دول يقعدوا معاها تقريبا اسبوع او اسبوعين، وهو اسبوعين يعني يقعدوا نص الوقت هنا ونص الوقت هنا. وهو في الوقت دوت ما كانش معاه فلوس، وكانت حالته هو الراجل ده على فكره بيعمل فيديوهات على اليوتيوب، انا اتفرجت عليه، انا كنت هعيط بصراحه بسبب اللي حصل معاه. المهم يعني ما علينا. الشخص دوت كان كل شويه بيحاول يطور من نفسه ومش ساكت، وربنا كرمه وخد بطوله كندا. السنه اللي بعديها الدنيا اتبهدلت معاه شويه، هو في السنه اللي خد فيها بطوله دي ربنا كرمه بشغل بقى معاه فلوس. بعد كده السنه اللي بعديها الدنيا باظت تاني للاسف، فما كانش معاه فلوس ان هو يتمرن، غير ان هو كان بيشتغل هنا وهنا علشان يعرف يربي العيال وفي نفس الوقت يبقى معاه فلوس. فللأسف البطولة اللي بعديها تقريبا خد مركز عاشر او تحت العاشر، وسبحان الله فعلا عسى ان تكرهوا شيئا وخير لكم. الكلام ده اداله شهرة عالية قوي، ان هو في سنة، السنة الاولانية كان طالع الاول على كندا، السنة اللي بعديها مش من التوب 10 يعني من يعني مش من العشرة الاوائل، فده خد شهرة. طبعا الناس كانت عمالة تتريق عليه، بس ده اداله شهرة سبحان الله. السنة اللي بعديها حصل معاه ظروف معينة فابتدى يتمرن تاني، وهو بيتمرن بقى، وهنا سبحان الله بقى هي دي الرسالة وهي دي مساعدة الاخرين اللي انا بتكلم فيها. كان بيتمرن في الجيم فشاف واحد جسمه حلو، فهو نفسه ان هو يمرن الناس، هو عنده معلومات كويسة عن اللعبة دي، فراح شاف الشخص دوت وراح قال له على فكرة انا ممكن امرنك وخليك تاخد بطولة كذا. فراح الشخص دوت قال له على فكرة انا عارفك، مش انت اللي خدت بطولة كندا السنة اللي فاتت؟ قال له ايوه فعلا انا اللي خدتها. قال له طب انا موافق ان انت تدربني، هتاخد كام؟ فقال له انا هاخد 400 دولار. فعلا ضرب الشخص دوت، والشخص ده فعلا خد البطولة اللي هو قال له عليها، والشخص دوت جاب له اصحابه واصحاب صحابه. المهم محمد الدور اللي انا بكلمكم عليه بقى معاه فلوس وابتدى يتمرن، وابتدى لان طبعا اللعبة دي لو انت هتاخد مكملات غذائية وحاجة زي كده فالكلام دوت هيحتاج مصاريف.
وانت طبعا مادام داخل بطولات كبيره زي كده فانت لازم تاخد مكملات غذائيه، دي حاجه مفروغ منها. يعني اذا كنت انا في الفيديوهات بتاعتي بقول لا انا ما بتكلمش على المكملات او الهرمونات، لان انا بتكلم على الصحه بوجه عام، مش بتكلم على شخص داخل بطوله. المهم علشان ما اطولش عليكم، ابتدى يتمرن تاني وبعد كده خد مركز اول مره تاني في السنه الثالثه، يعني سنه اول، سنه ما خدش 10 من ال10، سنه ما طلعش من ال10 الاوائل، السنه اللي بعديها طلع الاول، وده اداله شهره اكتر من الاول. وبسبب دوت ناس كتيره جدا ابتدت تطلب ان الشخص دوت يعلمهم ويدربهم، وربنا كرمه وابتدى يبقى معاه فلوس، وحاليا بسم الله ما شاء الله عليه، يعني هو تقريبا بقى مليونير، وبقى عنده شركه خاصه وباعها برقم كبير جدا، وبقى عنده شركه خاصه تاني، وسبحان الله ربنا فتحها عليه. فكل ده حصل بسبب ايه؟ بسبب ان هو قرر ان هو يطلب من شخص، وهو ده طلب المساعدة اللي انا بكلمكم عليه. واعتقد ان ده هيكون سهل جدا لو انت بتتفرج على فيديوهات بتاع التحليل الشخصية عندي، فانت تقدر تتحكم في شخص اللي قدامك وتعرف تخليه ازاي يحبك وتتحكم في مشاعره. فاعتقد ان دي هتبقى سهلة قوي لو انت عندك المعلومات دي. ده غير ان انت لما بتطلب مساعدة الاخرين بتتعلم حاجات انت ممكن تكون ما تعرفهاش، يعني ساعات بيكون الغلط من عندك انت وانت مش عارف. فبسبب دوت ده ممكن يكون مأخرك عن ان انت تحقق الهدف او الحاجة اللي انت عايز او اللي انت ماشي في سكتها. في شخص راح لدكتور مراته ما بتسمعش كويس، فراح للدكتور قال له لو سمحت دكتور انا مراتي ما بتسمعش كويس وعايز اعالجها، بس انا مش عايز احرجها، مش عايز احسسها ان هي اقل من الناس، فايه الحل؟ اعمل ايه؟ قال له طيب احنا اول حاجة محتاجين نعرفها هو السمع بتاعها ضعفه مستوى قد ايه. قال له يعني ايه؟ قال له لما تيجي تروح دلوقتي هتروح تنده عليها فهي مثلا مش هتسمعك. قال له تمام. قال له هتقرب متر وتنده عليها مش هتسمعك، هتقرب متر لغاية ما تسمعك، عايزك بعد كده تجيلي وتقولي هي سمعتك والمسافة بينكو كام متر، فهنا هنقدر نحدد الليفل بتاع الصوت بتاعها عامل ازاي، وعلى اساسه هنقرر ايه هو العلاج، وانت تبقى تديها العلاج ده مثلا من غير ما تعرف او كده. فالراجل دوت دخل من باب الشقة وبينده عليها، يا مراتي انت حضرتي الغدا ولا لا؟ فما ردتش عليه، راح مقرب شويه، يا مراتي حبيبتي انت حضرتي الغدا ولا لا؟ ما ردتش عليه، راح مقرب شويه، قعد كل شويه يقرب لغايه ما وقف على باب المطبخ، يا مراتي انت حضرتي الغدا ولا لا؟ ما ردتش عليه، راح مقرب منها كده وراح ماسكها وحاطط ايده على كتفها، ما هو مش عايز يحسسها بالاحراج وبتاع. بيقول لها حبيبتي انا عمال انده عليك وبقول لك انت حضرت الغدا ولا لا؟ قالت له حبيبي ما انا عمال ارد عليك من ساعه ما انت دخلت من باب الشقه وبقول لك الغدا جاهز. الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان المشكله كانت عنده هو في السمع مش عندها هي. بس الكلام ده هو ما عرفوش الا لما طلب المساعده من الدكتور. طبعا دي قصه يعني على سبيل الهزار، لكن طلب المساعده من الناس بيعرفك معلومات انت ممكن تكون مش عارفها ومش شايفها، زي ان ممكن يكون الغلط من عندك انت. زي مثلا في قصة سمعتها، اتنين الاتنين دول شغالين في المعمار، فطلبوا منهم ان هم يعملوا حاجة معينة فوق سطح مبنى كده عالي خالص، فالاتنين قعدوا يطلعوا، وكان الاسانسير طبعا عطلان لان العمارة دي لسه بتتبني يعني او لسه ما خلصتش، فطلعوا تعبانين جدا. فبعد ما وصلوا فوق واحد من الاثنين بيقول للتاني على فكره انا عندي ليك خبر حلو وعندي ليك خبر وحش. قال له تحب اقول لك انهي الاول؟ قال له طبعا قول لي الخبر الحلو. قال له الخبر الحلو ان احنا وصلنا السطح. قال له ما انا عارف. طب ايه هو الخبر الوحش؟ قال له الخبر الوحش ان احنا طلعنا عماره تاني. واخر حاجه اللي هو النقطه رقم 10، معلش انا طولت عليكم بس هو الفيديو مهم فانا لازم اعمله كده، فمعلش اعذروني. يعني رقم 10، المهارات اللازمه لتحقيق الهدف. ايه هي المهارات اللي انت محتاجها عشان تحقق الهدف بتاعك؟ انت طبعا حددت الاهداف بتاعتك وحددت الاهداف قصيرة الاجل، والمفروض يعني ان الاهداف قصيرة الاجل دي من ضمنها او متوسطة الاجل برضو من ضمنها اللي هي المهارات والحاجات اللي انت محتاجها علشان توصل وتتعلم. لكن انا كل اللي عايز اقوله في النقطة دي واهم حتة هي المحفزات. حاول دايما دور على محفزات تحفزك ان انت تكمل ناحية الهدف دوت. ممكن تتفرج على فيديوهات تحفيزية وبس. انا تقريبا كده خلصت. بص اقول لكم على حاجة، من ضمن الحاجات التحفيزية في فيلم اللي هو بتاع ويل سميث، The Pursuit of Happiness تقريبا، انا هكتبه لكم، يعني هكتب لكم الصورة بتاعه، يعني هحط لكم الصورة بتاعته والاسم بتاعه هو، وهتلاقوه برضو في الديسكريبشن هحطه لكم. العشر نقط دول لو انت ما كتبتهمش هتلاقيهم موجودين في الديسكريبشن تحت، انا هكتبهم لك وهحط لك الصورة دلوقتي. الصورة دي اللي هي بتاعت الجدول بتاع الأحلام أو بتاع الأهداف. الجدول اللي هو زي ما انت شايفه دوت، الجدول بتاع الأحلام زي ما انت شايفه كده، عندك الرقم بتحط فيه الأرقام بتاعت الأحلام بتاعتك، وبعد كده
الخانة اللي بعديها اللي هو الحلم، بتكتب فيه الأحلام اللي أنت عايز تحققها. اللي بعديها التمن، التمن هنا مش شرط يكون فلوس، يعني مثلا لو أنت عايز موبايل فأنت هتكتب تمن وهيبقى فلوس، لكن مثلا إن أنت عايز مثلا تبقى مدرب مثلا أو محاضر أو مثلا حاجة زي كده، فالتمن هنا إن أنت هتكتب الحاجات اللي هي بقى هنا هتكون الأهداف قصيرة الأجل. فعشان كده لازم تسيب مسافة بين كل حلم وحلم علشان التمن تكتب فيه اللي هي الحاجات قصيرة الأجل أو متوسطة الأجل اللي أنت محتاج تعملها علشان تدفع تمن الحاجة دي أو تعمل الحاجة دي. اللي هو مثلا يعني ممكن يكون التمن في الحالة دي مثلا ان انت تدرس حاجة او تتعلم حاجة، ده في النهاية برضو يعتبر تمن عشان تحقيق الهدف دوت. الحاجة اللي بعديها اللي هو الوقت، وهنا انت بتحدد الوقت، ممكن يكون بالساعات، ممكن يكون بالايام، بالشهور، بالسنين، زي ما انت عايز. واخر حاجة خالص اللي هو السبب، وده مهم جدا. غمض عينك كده وتخيل الحلم بتاعك بعد ما تحققه هتبقى عامل ازاي، هتبقى شكلك عامل ازاي، الناس هتبص لك ازاي، واكتب اللي انت شايفه ده في حتة السبب، ده هيبقى حافز ليك علشان تعرف تحقق الحلم ده. وبس يا رب ما اكونش طولت عليكم. لا هو الفيديو طويل الصراحة، انا طولت الصراحة، معلش انا اسف يعني، بس يا رب اكون عرفت اوصل لكم المعلومة صح. وبس عايز تعمل لايك اعمل لايك، مش عايز تعمل ما تعملش، عايز تعمل شير للفيديو اعمل، مش عايز تعمل ما تعملش، عايز تشترك في القناة براحتك. انا عارف ان الفيديو طويل بس يا رب ان شاء الله تكونوا استفدتوا. وبس سلام.